مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. تمر الأيام وتتعاقب السنوات، ويبقى نصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة، يوم النصر الذي سيظل خالدا في تاريخ الأمة، يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الزكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاعه للإنسانية جمعاء. في الساعة 2:05 ظهرا يوم 6 أكتوبر في عام 1973، والموافق يوم 10 من شهر رمضان المبارك، انطلقت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية في ارتفاعات منخفضة للغاية من أجل تفادي الرادارات الإسرائيلية، لتعبر الطائرات قناة السويس وتستهدف مواقع العدو بالضفة الشرقية للقناة. الضربة الجوية المركزة استهدفت المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار وبطاريات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف، وأيضا مخازن الذخيرة. وبأقل خسائر حققت الضربة الجوية أهدافها. في الوقت ذاته بدأ 1000 مدفع من مختلف الأعيرة أقوى تمهيد ناري في التاريخ، حيث قصفت المدفعية التحصينات والأهداف الإسرائيلية شرق القناة بشكل مكثف تحضيرا لعبور المشاة. وأطلقت المدفعية 10,500 دانة في الدقيقة الأولى من بدء ضرب المدفعية، ما يعني إطلاق 175 دانة في كل ثانية. من جانبها قامت البحرية المصرية بقذف أهداف العدو على طول الجبهة لتفقد إسرائيل السيطرة الكاملة على الموقف. وتزامنا مع ذلك بدأت طلائع قوات الصاعقة والمشاة المسلحة بالأسلحة الخفيفة ومضادات الدبابات في اقتحام قناة السويس المانع المائي العسكري الأصعب، مستخدمة نحو 1000 قارب اقتحام مطاطي وتسلق الساتر الترابي الذي انهار على أيدي سلاح المهندسين باستخدام المياه فقط. هذا ونجحت القوات المسلحة في عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، وذلك بعد تحطيم خط بارليف أقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث، والذي اعتبره العسكريون الغربيون أنه لا يمكن تدميره إلا إذا استخدمت القنبلة الذرية. لكن القوات المسلحة استطاعت تدمير هذا الخط خلال ساعات من بدء الحرب، ليفقد العدو توازنه في 6 ساعات، ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة. التضحيات والبطولات التي قدمها جيل أكتوبر العظيم ستظل خالدة في وجدان المصريين، وشاهدا على صلابة الشعب، ليعكس نصر أكتوبر المجيد قوة وإرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وحفظ ترابه وصون كرامته. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول البطولات التي قام بها أبناء الوطن في نصر أكتوبر المجيد، والذي صادف اليوم 10 من شهر رمضان. شكرا على طيب المتابعة.